هنا بعد ما قابلنا لي فوق ديالنا تيجيو على هذا الشكل. ناخذ شي وحده معكم تيجيو مع الكين. بكم معنا في وصفة اليوم جد مميزة، دي بوتي فور أو حليوات يمكن نتناولوهم مع قهوة مع أتاي، نعطي وليداتنا شي حاجة صحية جدا. هذه هنا إن شاء الله عندنا ملح، عندنا بيضة واحدة، عندنا 50 غرام ديال الزبيب الأحمر، يمكنكم ديروا البيض أو الأسود، 50 غرام كذلك ديال الشوفان، زيت بلدية، عسل كذلك. هنا غادي نبداو، بسم الله. بالنسبة للزبيب اللي بغا يخليه الحبة بلا ما يهرمشها ممكن، انا غادي نهرمش واحد شويه، شويه د الملح كذلك، وغادي نضيف البيضه هنا، غادي نديرو يتهرمش. خليتوش يتهرمش بزاف، يلاه تحلو الحبات، وغادي نضيف هنا الشوفان، غادي نضيف هنا زيت العود. هنا غادي تحتاجو واحد 3 معلقات فقط، هنا كذلك غادي نزيد العسل نفس القياس. نوضعو هنا في هذا البول، هذا ما نحتاجو لا خميرة الحلويات لا سنيدة، إذا هنا صبحنا الخليط ديالنا على هاد على هاد الشكل، القوام ديالو هكا. هنا غنخليوه واحد يلاه 3-4 دقائق، غادي نبداو نشكلوه ان شاء الله. وهنا غادي نبداو نشكلو وحدات المعلقة ديالنا على هاد الشكل، ماشي ضروري يكونوا مكورين حيت حنا بغيناهم يكونوا على داك المنظر، هاهم غيجيو الشكل ديالهم احسن من الكوارين. وهنا غادي نضعوهم في الفرن الاعلى 200 درجة 15 دقيقة ديال الطهي. يلا يشدو راسهم، غادي يبان لنا مزاجة، هنا ما فيهم لا خميرة لا والو، لا اللي تعطل بها، تيدوبو في الفم.